الوقوع في الحب مع شخص يشبه قلبك. حبيت اوصافك وجمال مش هنكمل. امر ممتع ورائع. انا عارف من الاول يخلق لك وله حياة يملأها الرضا. مش هنكمل. الاسعار عايزين تسيطروا عليها. الحاجة اللي تغلى ما تشتروهاش. انا عارف من الاول. طلقني يا كبير. انت سمعت عادل تامر عاشور؟ احنا طول عمرنا بيتقال علينا نعدي البحر بس ما نعديش الاصول. حياتي بقت عادي خلاص ولا ده اضطراب هرموني هيعدي ولا ايه؟ طلق يا حمودي. طلقني وانا متنازله عن جميع حقوقي. شنطه العده حمودي. متنازله عن شنطه العده فيها مربوح. استني خليكي معايا يا حمودي. انا سبت كل اللي ورايا حمودي. انا في الجمال شايفك آية حمودي. وما فيش كده في الدنيا حمودي. لا عمري طمعت في اللي معاك. خلاص اتفقنا ان احنا نبطل عصبية. اتفقنا وقتي يا حمودي. ونمسك اعصابنا شويه. قولي قولي اعمل ايه؟ الشده كنت وراك ولو حسيت ان خلاص يا عم الزفت اتفقنا. ومش قصدي ان كنت ملاك لكن شبع خلاص يا كلمه. اعمل ايه؟ بالجنه حبيت الحب اللي بان يا ابن الاصول مع ولا ايه ولا ايه قلت لك ايه ولا غدر وغش غرب من ايه ولا ايه ولا معدنها قش ودش مبدا حب اللي في بالك حبيت اوصافك وجمالك حبيت قالك تعيش هتشوف في الندل والخين وانا شفت ناس يا زمان يتلبسوا في الرجلين ملبي كتير انا حاسس مش هنكمل فعلا بنت قالك حبيت الرضا. أنا عارف من الأول. ستراه بأنه هو المعنى الحقيقي للنصف الآخر. معه ستعيش عمق المشاعر المضادة للانكسار. والعلاقة الأقرب للكمال. سيكون لك العمر الذي قد يتكرر كل يوم.
من حبيتنا هذا الذي يشبه قلبك حبيتك.